بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانيات المجربة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا، من درجة النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله إذا قدر الله واستفدت من الفائدة فضلا وليس أمر، أسألك الدعاء والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس على وضع الكل ليصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. مفيش حاجة هتنفع معاك ولا هتنجح معاك إلا بحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد، يقينك بالله، متفائل وجه الله الكريم خير، إن الفايدة هتنجح بإذن الله، لأن اعتمادك كان على الله. أما اعتمادك على الروح اللي انت جايبه، لا انت ولا هو تعرفوا تعملوا حاجة. الاعتقاد برب العباد يحصل المراد، لأن الله هو اللي هيسخر لك الروح دي يقضي لك طلبك، لأن الروح ده سبب، هو عبد مخلوق ضعيف زيك. الله الأول والآخر، وما نقدرش نخرجه بره المعادلة، الله الأول والآخر. فإلى الفائدة اليوم، فائدة اليوم إن شاء الله هي لإزالة توقف الأسباب والأحوال. نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة بتقول إزالة توقف الأسباب والأحوال. إن شاء الله مجرب. بنقول إلا وقضي يا رباه بالنور حاجتي ويا أشمخ جلية سريعا قد قضت إلا وقضي رباه بالنور حاجتي ويا أشمخ جلي سريعا قد قضت. خلاص بفضل الله حاجتك قضيت بسرعة. أشمخ ده اسم سورياني، زي ما تعودنا عايزين نعرف، مش أي اسم نقوله ونكرره وخلصنا، لا، إيه الاسم السورياني ده؟ بيقول إيه؟ أشمخن، عايزين نتأكد إنها مش أسماء شركية ولا يعوذ بالله أو شيطانية، معناه بالعربية يا خالق، معناه بالعربية يا خالق أو الخالق،
معنى يا الخالق يا خالق أو الخالق. خلاص اطمننا إن ده اسم سرياني عظيم من أسماء الله بالسريانية معناه يا خالق. جميل جدا. إحنا بنعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك استخدم مسطرة، ملكش دعوة بيا، أنا متعود. في رسم الخاتم ده استخدم سيادتك أو سيادتك المسطرة، ده بس. ستة كل رقم، كل اسم متعودين، كل حرف، كل رقم. هنخش بقى في إيه بعد كده في الأرقام، لازم أستنطقه. ستة، خمسة، تمانية، تسعة، سبعة، ستة، تمانية، تسعة، أربعة، خمسة، واحد، أربعة، واحد، سبعة، واحد، خمسة، واحد، أربعة، تمانية، واحد، تمانية، واحد، تسعة، اتنين، صفر، أربعة، صفر، خمسة، أربعة. طيب كلام جميل جدا. نعمل ايه يا ابو محمد؟ نعمل كده يا سيدي ان شاء الله. الشرح، يكتب واحد، ده مش مهم صرف عمار ولا حاجة، وفي أي وقت، ويفضل يكون بعد صلاة العشاء من أي يوم. كلام الله في أي وقت، ولكن أفضله، أفضل وقته بعد صلاة العشاء في أي يوم. الشرح، يكتب الخاتم وحوله البيت، ده يكتب الخاتم وحوله البيت، بتبتدي من هنا. أهو عشان أبنائنا وبناتنا المبتدئين، حضرتك بتبتدي من هنا، أو حضرتك البيت، كتبنا الخاتم، البيت ده بتكتبه كده من هنا، دي البداية، من هنا كده كده كده. حوالي كم مرة يا أبو محمد؟ ثلاث مرات. جميل جدا. اتنين، بخوره جاوي زائد مستكة تركي. ثلاثة، يعطر بالمسك والعود والعنبر. والعنبر احنا حطينا البخور جاوة مستكة تركي، يعطر بالمسك والعنبر، ويقرأ عليه. أربعة، ويقرأ عليه البيت كم مرة يا أبو محمد؟ 87 مرة، ويحمل معك. طيب خلينا
بالراحة مراجعة سريعة 10 ثواني. قلنا إزالة توقف الأسباب والأحوال، ده مجرد البيت بيقول إلا واقضي يا رباه بالنور حاجتي، ويا أشمخ جلي سريعة قد قضت. يا أشمخ يا أشمخ، اسم سرياني عظيم من أسماء الله الحسنى، قلنا معناه الخالق. أشماخ معناها الخالق. اطمننا كده احنا بنشتغل ازاي. طيب رسمت انا البيت ده، الخاتم ده، بكتب واحد، كتبت الخاتم، اكتب حوله البيت ده اكتبه حوله 3 مرات، والبداية من هنا، امشي كده 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 كده، تمام. بخور الجاوة والمستكة التركي، أعطره بالمسك والعنبر، أقرأ عليه البيت 87 مرة ويحمل معاك. ويفضل إن حضرتك أو حضرتك كل يوم اقرأوا البيت ده 87 مرة على فترة من الزمن وجيزة بسيطة. إن شاء الله رب العالمين الأحوال هتتغير للأحسن بإذن الله رب العالمين بإذن الله. وأرجو من الله سبحانه وتعالى إني أكون أفدتكم، وإلى اللقاء على خير إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة. التواصل على الواتس من 10 صباحا 8 مساء يوميا ما عدا الجمعة. واستودعكم الله وفي أمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.